أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة السياسية غادة نجيب زوجة الفنان هشام عبد الله. يذكر أن الناشطة غادة نجيب قالت إنها تلقت قبل أيام تهديدات من قبل أشخاص مقربين من الضابط النافذ في جهاز المخابرات العامة المقدم أحمد شعبان، وذلك من أجل إجبارها على وقف انتقاداتها المتواصلة له. وأضافت أن التهديدات التي وصلت إليها مفادها أنها سيتم التنكيل بأسرتها وعائلتها، وأنهم قد يتعرضون لضغوط واعتقالات داخل مصر ما لم تتراجع عن مواقفها المعارضة للنظام. وللتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الناشطة السياسية الأستاذة غادة نجيب. أستاذة أهلا بك. بداية، كيف تعلقين على القرار القاضي بإسقاط الجنسية المصرية عنك؟ والله أنا مذهولة، يعني مساء الخير عليكم الأول. مساء النور، أهلا وسهلا. أنا مذهولة طبعا، فوجئت بالقرار دوت الصبح بإسقاط الجنسية عني بين قوسين حاطين، لأني سورية سورية الأصل واللي هنا مقيمة في الخارج. وطبعا الكلام ده كله كلام مش حقيقي. ايوه انا ليا اصول سوريه، بس انا لا احمل جنسيه ثانيه غير الجنسيه المصريه، وانا بتحدى النظام المصري ان هو يظهر حد كده. هو انا يعني كمان للاسف وصل لي معلومات من داخل مصر ان الكلام اللي بيتم تداوله هناك، ويعني اقدر اقول لك يعني المعلومات جايه لنا من دوائر مقربه يعني من النظام او مطلعه او يعني زي ما تسميها، أن تم إسقاط الجنسية عن أسرة هشام عبد الله، أنا وزوجي وولادي الأربعة. ده اللي بيتقال لنا، يعني اللي بتجيلنا يعني من مصر، بس ما فيش حاجة رسمي، بس ده بيتقال لنا كده هو أن تم إسقاط الجنسية عن الأسرة بالكامل. يعني يعني أنا مش عارفة، يعني طبعا ده قرار باطل وقرار مش قانوني ولا دستوري، ومش من حق أي حد في الدنيا أن يسقط جنسية الجنسية عني أو عن غيري. أستاذة غادة، بداية هل كانت هناك قضية أصلا في المحكمة مرتبطة بهذا الشأن تحديدا؟ لا، إسقاط الجنسية في قضية على هشام مش علي، في قضية أكتر من مرة وتأجلت أكتر من مرة، وكانت كل مرة بتتأجل. يعني كان في قضية لإسقاط الجنسية عندي هشام مش عليا. وأنا اتفاجئت، يعني أنا اتفاجئت زي الناس والله، يعني بإسقاط الجنسية. بس أنا عايزة بس أعلق على جزئية بس بسيطة، إني يعني مين اللي بيدير مصر؟ مين اللي مدور مصر بالشكل المهزأ والشكل التافه والشكل اللي يضحك الناس عليها؟ يعني يعني دولة بحجم مصر اتقزمت لهذه الدرجة إن واحد زي أحمد شعبان، مش عارفة مقدم ولا عقيد، اللي هو مساعد عباس كامل، اللي دخل في خلاف معايا، وانا عارفه ان هو ده السبب، خلاف معايا اني عمل عليا حمله قذره ومنحطه زيه، يشكك في نسب ابني ويدعوا ان ابني من راجل تاني وان انا كذاب اسم هشام. حاجه تافهه، حاجه ما كانتش يعني غير مسبوقه وما حصلتش قبل. سر هذا الهجوم، انت تحدثت بالمناسبه عن هذا الهجوم وقلت انك تلقيت قبل ايام تهديدات من قبل اشخاص مقربين للمدعو احمد شعبان، ما سر هذا الهجوم؟ والله انا مش عارف، يعني انا بالضبط مش عارفه، يعني انا الترتيب بالضبط ربما يكون بسبب التسجيلات اللي انا قدرت احصل عليها من دعاء خليفه. ودعاء خليفه ارسلت التسجيلات ديت، كانت تحت قبضة احمد شعبان، يعني احمد شعبان كان اخذ خاطف دعاء خليفه وحاططها في فندق تريمف في مصر الجديده، اللي هو فندق تابع للقوات المسلحه. ودعاء قدرت ترسل لنا الرسائل صوتيه بصوتها، ووقتها هشام انفرد يعني بالرسائل، وكان احد الرسائل بتتكلم عن علاقه احمد شعبان بالاعلام. ففي يوميها فورا ابتدت الحمله عليا انا وهشام، بمجرد ما هشام اذاع الفويس دوت، وابتدت الحمله عليا انا وهشام، بس يعني من خلال، يعني هم كانوا بيضربوا هشام بس من خلالي، تشكيك يعني التشكيك في نسب ابني، الخوض في شرفي وفي سمعتي، ادعاء اني انا كنت على علاقه براجل، حاجات سافله. فضلت الحمله تقريبا يعني 4 اسابيع كامله،
سواء في التلفزيون او على المواقع بيتنقلون. تعتقدين ان هذا الموضوع تحديدا سيده غاده له علاقه بموضوع اسقاط الجنسيه عنك؟ هل حضرتك عندك تصور اخر؟ يعني انا واحده مش مرفوع عني، مش مرفوع عليا قضيه، انا واحده يعني مش زي ما هم بيقولوا معايا جنسيه ثانيه او الكلام الفارغ دوت، انا ما عندهمش اي مسوق قانوني حقيقي ان هم ياخدوا حاجه زي كده. هو التزامن، يعني انا شايفه التزامن، حمله اتعملت عليا بعديها احمد شعبان تواصل مع احد الاطراف يعني هو يكلمني تفاوض في الاول خالص، يعني قبل التهديدات، اسكتي وهم يسكتوا، فانا رفضت. طب هنشيل كل ما نشر عنك في موقع الدستور كعربون للتفاوض، بس انت كمان احذفي كل حاجه، احذفي كل حاجه كتبتيها عن احمد شعبان، انا رفضت. وبعد كده عملت بث مباشر حكيت فيه كل اللي حصل دوت والتفاوض، وليه احمد شعبان بيقود في شرفي، وليه احمد شعبان قاد الحمله القذره ديت ضدي. بعديها وصلنا لمرحله التهديدات، وانا دي حاجه ما كنتش لسه اعلنت عنها، انا تهددت بابني سائر. ابني سائر اللي عمره 8 سنين هو موجود طبعا هنا هو معايا، انا تهددت بيه وانا ما اعلنتش دوت، بس انا بلغت دوت للحكومه التركيه وبلغت لوالي اسطنبول والدكتور ياسين اقطاي، ووصل الكلام لمنظمه ايهاها، ومنظمه ايهاها اتحركت على هذا الاساس. يعني انا حاولت اتخذ، ما رضيتش اسيره في الاعلام. طيب. وقتها اخيرا استاذه غاده، اسيره في السوشيال ميديا، وقلت اتخذ مسار قانوني لحمايه ابني من استهداف النظام المصري. نعم. طيب اخيرا، ما هي الرساله التي يبعث بها نظام السيسي للمعارضين المخالفين له في الراي عندما يكون القرار مباشره هو اسقاط الجنسيه المصريه؟ انا عايز اقول حاجه طبعا للمعارضه، للاسف يعني لما تم الخوض في شرفي والحمله اللي قادها احمد شعبان ضدي، انا لم اجد اي تضامن من المعارضه المصريه. وعلى سبيل المثال مثلا قناه الشرق ما اتكلمتش خالص عن الـ عن الـ عن الواقع تماما، يعني للاسف. والاعلام حتى لما اتكلم ما فيش الا قناه مكملين، واتكلمت طبعا متاخر، بس طبعا جزاها الله كل خير افضل من غيرها. يعني انا عايز اقول ان انا كنت ما بتخانقش، لان في خصومه شخصيه ما بيني وما بين احمد شعبان. انا مش اخده حاجه من احمد شعبان، هوش يعني انا اسفه يعني ما هوش جزء مني، يعني عشان يبقى متغاظ مني او انا متغاظه منه، او يعني انا كنت بخوض معركه عن المعارضه كلها. ها، واعتقد اني انا حميت المعارضه كلها بالوقفه الصلبه بتاعتي، اني خليت سكينه الفضايح تلمى ما بتقطعش. بالوقفه اللي انا عملتها انا حميت كل المعارضه. نعم. من استخدام ملف الفضايح والامور الشخصيه في الخلافات السياسيه، دي نمره واحد. فانا بقول لهم دلوقتي انا اسقاط الجنسيه عني هي بدايه. نعم. هتسكتوا انتم اللي جايين، يعني الله اعلم مين بكره ومين بعده ومين، يعني اعتقد ان هي خطوه غير مسبوقه وما حصلتش الا وقت الاحتلال الانجليزي. نعم. في اثناء ثوره 19 كانوا بيسقطوا الجنسيه وكانوا بينفوا الناس، يعني اتمنى على المعارضه انها تاخد موقف جاد. نعم. النهارده ما تمش اسقاط الجنسيه عن غاده نجيب، دي تهديد مباشر لكل المعارضه المصريه في الخارج. نعم. يعني هنشوف بعد كده هو في الايام الجايه او الشهور المقبله اشخاص ثانيين. وصلت هذه النقطه تماما. الناشطه السياسيه الاستاذه غاده نجيب، شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك السلامه ولجميع المعارضين او المخالفين لاي نظام بالراي.